المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. الإحسان ركن واحد. وتحت هذا الركن إما عبادة، نعم، تحت هذا الركن لابد أمرين يوجد، خيارين لك تحت هذا الركن، نعم. أن تعبد الله عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو يكثر من الصلاة. يحب الصلاة. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة تدخل تحت المرتبة الثانية، الخوف، تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان أقوى دافع يدفع العبد للعبادة فهو في أعلى مرتبة في الإحسان. إذا كان العبد أقوى دافع يدفعه إلى العبادة هو الحب والرغبة والشوق فيما عند الله فهو في أعلى المراتب في الإحسان. إذا كان العبد يصلي يصوم وهذا يكون منه للمحبة هذا أعلى مرتبة في الإحسان. وإذا كان أقوى دافع يدفع الخوف فهو في المرتبة الثانية. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ حديث جبريل عليه السلام.